رجعنا لكم مستمعينا من جديد. ما يمكنش زعما نقول لكم الحوار شحال شيق، راه بقى مكمل هنايا. علاش قالوا الحق؟ ما قالوش في الميكرو. نمشيو عندك مريم محي شيف باتيسي ديالنا، يمكن شكون حاضره معنا اليوم ما تعطينا لا وصفه ديال الكيك لا حتى شي حاجه. سيدات وجدوا الستيلو ورقة ديالكم، وحتى الا كان عندكم شي تساؤل على شي وصفه ما يعني كان عندكم فيها شي مشكل، حنا موجودين اليوم غنستافدوا من تواجد ديال مريم محي معنا. 0522 30 30 00 و 0522 31 33 33. شنو اول كيك غتعطينا الوصفه ديالو اليوم مريم؟ عندنا كيك رويال ملكيه. هي كانت فيها مكونات زوينه. كنقولوا باننا كنميزوها بالهوت غام، واخا شي حاجه اللي بلاتي نحبسك. كتعرفي بان السيدات غالبيه ديالهم تيقول لك انا الحاجه اللي كانت فيها المراحل راه ما عندي ما ندير فيها، صعيب عليا. ملي كتسمعي رويال كتسمعي رويال كتخلعي، كتقولي هذا راه ما يمكن ليش نديرو انا، خصايد يديرو ناخذو في الباتيسخي بلا ما نصدع راسي. لا سهل. يلا قولي لينا. بالنسبه للمقادير لهذا الكيك هذا كنحتاجو 4 البيضات، 240 غرام ديال السنيده، 140 غرام ديال الزبده، 120 غرام ديال اللوز يكون بالقشور ديالو مهرنشينو، 60 غرام ديال البودره ديال اللوز، 30 غرام ديال البودره ديال الحليب، 20 غرام ديال النشا، 200 غرام ديال الدقيق، جوج ديال الخميرات ديال الحلوه واللي عندها بالعبار كتعبر 16 غرام، وواحد عود ديال الفاني. 60 غرام. نقدروا نعوضوه بالساشي العود؟ العود كيبقى عنده النكهه ديالو احسن. قويه. وي. و 60 غرام ديال لي دروبس هما الحبيبات ديال الشوكولا داك الكوكيز اللي كنقولوا له، 40 غرام ديال التمر قطع صغيره، 20 غرام ديال لي كورسير ديال الليمون داك الجلوف ديال الليمون اللي هو معسل، 40 غرام ديال الفواكه معسله، 40 غرام ديال الكوك، عصير ديال الليمونه وحده، ولوزاس ديالها حتى هو، كيبقى لنا غير ناقصه ديال الملح، قليصه ديال الملح. واخا الطريقه؟ الطريقه ديالتنا كيف ما تعودنا دائما تنطربوا البيض ديالنا مع السنيده مزيان، كنخدموهم وكنجمعوا جميع داك النواشف اللي عندنا كاملين من الدقيق من لي كورسير ديال الليمون، اللوز اللي بقشور ديالو، البودره ديال اللوز، النشا، الحليب، الدقيق، يعني كل مع بعضياتهم كنلقاو وحدهم بوحديتهم تنخلطوهم في شي باسين. واخا باش كيندمجوا لنا النواشف مع بعضياتهم ديك الخميره والدقيق وهذا باش كيعطيو ليفي ديالهم. ملي كنطربوا داك البيض مزيان مع السنيده بحال شي اباغايا بومب تقريبا بالباتور لمده ديال 10 ديال الدقائق. باتور كهربائي؟ باتور كهربائي باش كيعطينا كيدوبل داك الفوليم ديال داك البيض وكيعطينا واحد لاباغاي اللي هي يا شنقول لك مرغويه بزاف. تما فين كنبقى كنزيد لها هاد المقادير اللي جمعناهم كلهم مع بعضياتهم بشويه بشويه بلا ما كنستخدم داك الباتور ديالنا. يعني عيب شي سباتول ديال العود ولا هذا، ماشي بالفويه. لا ماشي بالفويه، بشي سباتول العود، شي ملعقه خشبيه. كنبقى كنضيف الخليط دائما في نفس الاتجاه، ياك الاتجاه من تحت للفوق. لما تنعلم السيدات اللي عندي تنقول لهم بالطريقه الفنيه. من بعد كيبقى لي داك الزبده كندوبها، هي اخر حاجه كنضيفها لداك لو كيك ديك لاباغاي ديال الكيك ديالي. كنزيد داك الزبده بشويه 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 حتى كتندمج لي مع الخليط اللي عندي، وكناخذ هاد المقادير كلها وتنديرها في شي مول اللي يكون دائري او المول على حساب اختيار ديال كل وحده. كندخلها لوفوغ ديالي كطيب، كيكون مسخن على درجه الحراره 180 مسبقا. وكيف ما تنقول دائما تنشير لهذه القضيه جامي بانني نسخن لوفوغ ديالي 180 دوغري ومنين بغي ندخل لو كيك ديالي كنهبط من درجه الحراره ديالو. دائما لوفوغ كيفاش كيسخن فاش كندخل لو كيك ديالي كطيب. من بعد ما كطيب لو كيك ديالنا كل واحد تعرف يعني المده على حسب لوفوغ ديال كل وحده في البيت ديالها اللي عندها، كنخرجها حتى كتبرد كنزولها من داك لومول اللي عندنا وكنوجد ليها واحد العصير اللي هو كنسقيها به. اللي هو كنحتاجوا له عصير ديال ليمونه وحده، 120 غرام ديال السنيده، و200 غرام ديال الماء. الليمون على حسب اللي فيه الماء ولا الوحيده باش كتعطينا داك اللوغو ديال الليمون. حيت بعض المرات كاينين شي ليمونه ما كتعطيكش داك النقطه كامله. الغرض ديالنا غير داك النكهه ديال الليمون ولا لوزاس ديالها اللي بغات السيده تستعمل في البيت ديالها وكتسقي به. ملي كتخرج هذا كنكون انا لو طون اللي هي لو كيك ديالي في لوفوغ ديالها كطيب كنكون وجدت هذا السيرو هذا، غير كي كتخرج كنسقيها هي سخونه كتشرب لي داك لو جو اللي سقيتها به وكتشربو مزيان وكتجي ملدده، يعني داك الحبيبات ديال داك اللوز وداك الدقيق وهذا كيتنفخوا كيشربوا كتعلى لو كيك ديالي. كندخلها للثلاجه ديالها حتى كتبرد ومن بعد كنقدمها بالصحه والراحه لكل وحده. تعاودي لنا المقادير بيان سور. مرحبا تفضلي.
عندنا بالنسبه للمقادير بعض البيضات 240 غرام ديال السنيده، 140 غرام ديال الزبده، 120 غرام ديال اللوز بقشور ديالو كنهرمشوه، 60 غرام ديال البودره ديال اللوز، 30 غرام ديال الحليب بودره، 20 غرام ديال النشا، 200 غرام ديال الدقيق، جوج الخمارات ديال الحلوى ما يعادل 16 غرام، عود ديال الفاني، 60 غرام ديال لي دروبس اللي هما الحبيبات ديال الشوكولا اللي كنستعملوهم في الكوكيز، 40 غرام ديال التمر قطع صغيره، 20 غرام ديال لي كورسير ديال الليمون قطع صغيرين، 40 غرام ديال الفواكه معسله، يمكن الناس اللي ما تيحبوهاش يستغناو عليها بكل بساطه، هي 40 غرام ديال الكوك، عصير ديال الليمونه وحده مع لوزاس ديالها، قبيصه ديال الملح. واللي بغى يزين هاد لوكيك ديالو بعد ما كيصب جميع المقادير اللي عندنا في داك لومول يقدر كيرش على واحد 100 غرام ديال لوز ايفيلي من الفوق باش ملي كتخرج وكنسقيها حتى كتبرد كنقدر نسوبودري عليها شويه ديال السكر ناجي. اييه شكرا لك يا مريم. مرحبا الله يودي. غادي نرجعوا لك لعند الشيكاك واحد اخر ان شاء الله. مرحبا نمشيو عند منيا.